بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إذا استكملنا حديثنا فنقول بأنه جرامتشي كان يدعو الشعب الإيطالي لمقاطعة الجرائد التي تصدرها الطبقات المسيطرة وطبقات رجال الأعمال والإقطاع في شمال إيطاليا. طيب، يعني هنا المثال الذي استطاع جرامتشي أن يقرأه بطريقة مختلفة هي أنه هذه الجرائد ما كانت لتصدر إلا لوجود الطبقة المسيطرة وطبقة الإقطاع وطبقة رجال الأعمال وفي الحكم، وهم جميعهم من الشمال، لذلك هم من أصدروا هذه الجرائد. ثم ما إن صدرت هذه الجرائد، نجد أن هذه الجرائد بدأت تروج لبقاء هذه الطبقات، تمجد هذه الطبقات، تشرح للناس منجزات هذه الطبقات، تسيء لكل من يعارض هذه الطبقات المسيطرة في شمال إيطاليا، تحاول باختصار إقناع الناس بهذا الواقع وتبريره لهم وإقناعهم بأنه أفضل ما يمكن أن يصلوا إليه. نفس الشيء الهيمنة والأيديولوجيا. الأيديولوجيا التي تبنتها طبقة معينة سمحت لهم أو أتاحت لهم تحقيق الهيمنة. هذه الهيمنة ما إن تتحقق إلا وتبدأ في إنتاج الأيديولوجيا مرة أخرى ودعم الأيديولوجيا التي تحافظ على بقائها. نفس المثل اللي ضربناه من شوية، إنه الجرائد ما كانت لتصدر لولا وجود هذه الطبقة المسيطرة في شمال إيطاليا في هذا الوقت، لكن ما إن صدرت الجرائد حتى تحولت إلى أداة لاستمرار هذه الطبقة في الحكم في شمال إيطاليا. إذن هي علاقة يعني شائكة، علاقة تبادل للمنافع والمصالح. ربما كان أبرز أيضا أو من أبرز النقاط التي نود أن نلقي عليها الضوء في أعمال جرامتشي هو تساؤله عن فشل النموذج الإيطالي. يعني إيطاليا في عهد أو في وقت جرامتشي، صاحب طبعا الأفكار اليسارية والتصورات اليسارية، كان يعتقد أنه خلاص هذه الظروف مهيئة تماما كي يثور المجتمع الإيطالي أو ينطلق فيما اسماه هو الفعل الثوري ضد هذه الطبقات المسيطرة في شمال إيطاليا. لكن ده ما حصلش. جرامتشي بدأ يسأل إيه الحكاية، ما الذي يعني كل الأوضاع مهيئة في وجهة نظره، الكتالوج الثوري أو الأفكار اليسارية، الكتالوج التغيير تحقق لكن لم يتحرك أحد، ولا قامت ثورة ولا غيره. طب ما الذي حدث؟ إيه القصة؟ القصة في رأي جرامتشي إنه لما حلل المجتمع الإيطالي وجد إنه في عاملين أساسيين. الأول هو التشظي الثقافي في إيطاليا، لدينا ثقافات متعددة متباينة، يتسع يعني الفارق بين الثقافة والأخرى بشكل كبير ولا يسمح لهم بالتفاهم أو بالالتقاء في نقاط مشتركة. الأمر الثاني هو التعدد اللغوي، هناك لهجات عديدة في إيطاليا في هذا الوقت، وتكاد كل لهجة تشكل لغة قائمة بذاتها. هذه الحال رأى جرامتشي أنها سبب رئيسي في عدم قيام ما يسميه هو الفعل الثوري. وكالمعتاد كما ذكرنا، هذه الحال يعني منعت قيام الفعل الثوري في رأي جرامتشي. في نفس الوقت بدأ جرامتشي يرصد أن الطبقات القائمة على الحكم في الشمال بدأت تسعى لتكريس هذه الحالة للحفاظ على التشظي الثقافي لأهل إيطاليا وللحفاظ على التعدد اللغوي لأهل إيطاليا، لأنه ده هيسمح بأنه هذا الوضع سيطرة أهل الشمال ستستمر. يبقى كما ذكرنا أنه هناك أوضاع معينة تتسبب في تكوين وخلق حالات معينة،
ثم ما تلبس هذه الحالات في الحفاظ على الأوضاع التي أنتجتها حتى تستمر هذه الحالات على الساحة. من ثم جرامتشي بيرى أنه يعني ده الجزء اللي يهمنا أكتر بغض النظر عن تحليله للمجتمع الإيطالي، احنا ذكرناه عشان نوضح المثال، لكن ما يعنينا أكتر أنه بيرفع من أهمية الفعل الأدبي واللغوي والثقافي، وعنده مصطلح اسمه القيادة الثقافية، يعني زي ما نشوف في مجتمعاتنا قيادات سياسية لا هو بيقول أيضا لا في حاجة اسمها قيادة ثقافية، يناط بهذه القيادة توحيد الرؤى والتصورات في المجتمع، في ثقافة المجتمع الواحد، لأنه من بين هذه الرؤى والتصورات صياغة رؤية للمستقبل. كل هذه الأمور بيرى جرامتشي أهميتها بطبيعة الحال، يعني أن تتقارب اللهجات واللغات في المجتمعات ذات اللغات المتعددة واللهجات المتعددة، وإنه يتم يعني على الأقل موائمة الثقافات المتعددة في المجتمع الذي يتضمن ثقافات أيضا متعددة، وعدم الإغال في فكرة تقسيم الثقافات إلى شظايا ثقافية في المجتمع الواحد، والحفاظ على الثقافات الموحدة والكبرى يعني، وليس الثقافات الصغرى. كل ذلك في سبيل منح الثقافة المهمشة، الطبقة المهمشة، القدرة على تطوير نفسها والتقدم والارتقاء بشأنها داخل المجتمع الإيطالي عند جرامتشي، وأي مجتمع آخر بالتأكيد قد يتضمن أيضا ثقافات مهمشة تحتاج أن تنمي نفسها وتطور أدواتها كي تحقق مزيدا من الحضور والتواجد على الساحة.